وسطت أكيدات من جامعتي التعليم الأساسي والثانوي بمواصلة حجب الأعداد خلال الثلاثية الثالث، قررت المحكمة الإدارية رفض الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الأولياء للمطالبة بإلغاء قرار حجب الأعداد. قرار عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ عن أسفها منه، خاصة وأنه قطع كل أمل للتلاميذ في التمتع بمعدلاتهم. ومواصلة الحجب ربما يزيد يعطل الأمور، هو ربما الإعلان ولا المواقف اللي تقول أن نواصل الحجب رايش يزيد تعطل الأمور، على خاطر تزيد معناتها الرؤية تزيد تولي مابقاش واضحة تماما. نوليو نخمو في سنة بيضاء، نوليو نخمو في ارتقاء آلي، احنا عندنا امتحانات وطنية على الأبواب، معناتها شنو نخليو ولادنا وبلادنا ما يركزوش بالطريقة المطلوبة. مخاوف من سنة بيضاء عبر عنها أيضا عدد من الأولياء، دعينا إلى ضرورة حل حالة الأزمة حتى لا يتم ترحيلها إلى السنة الدراسية المقبلة. إلى متى شيء هذا؟ وكها تلميذة الأولى قلنا توي والساوي والوضعية، تلميذة الثانية كيف كيف تو من بعد به تعدى السنة وعام جه نقعدوا ديما هكا، هي حكيت تقال آخر معناها كيفاش نقولوا معناها تسويت وضعيات وسوي لهم وضعيات وخلينا احنا بدنا نرتاحوا. ما عادش عندي جو اصلا حتى للتريمستر الثالثه، قلت سي هاو سلكوها التريمستر الاول التريمستر الثانيه برا باش وتحس الناس الكل شيله بيله مش تنجح، فهمت؟ كل اللي يقرا كل اللي ما قراش كل اللي تعب كل اللي ما تعبش الكل نفرت كفى. نحس في روحي فشلت التريمستر الثالثه. ما لازم يلقاو حل ولازم يقعدوا اوتور دون تابل وفريمون العباد معناها برشا مشاكل، معناها حتى صغير الواحد باش يقرا في ظروف معناها عاديه ما عادش نجم ونخلطوا عليه. وحرصا على انقاذ ما تبقى من السنه الدراسيه، شددت المنظمه التونسيه للتربيه والاسره على ضروره التدخل من اعلى مستوى لدفع الحوار وحل حاله الازمه. لا يمكن ان نصل الى سنه بيضاء، لانه ليس من صالح اي كان الوصول الى سنه بيضاء. وأنا قلت أنا متفائل، لماذا؟ لأن الحوار بدأ، وأعتقد أن فما بوادر إيجابية لحلحلة الوضع، وربما فما نقاط أخرى لم يقع الاتفاق فيها، لكن لا بد عبر الحوار ومواصلة الحوار أن نصل إلى اتفاق نهائي، حتى وإن كان يعني حل الأزمة عن طريق مراحل. حوار أكد وزير التربية محمد علي البغديري في وقت سابق أنه متواصل مع الطرف النقابي، مشددا أيضا على أنه لا مجال لسنة بيضاء، وأن جميع الأطراف حريصة على إيجاد مخرج من هذه الأزمة التي أرقت العائلات التونسية.